لينا حنا من 76 وحنا هنايا دملول ولد المستفيد اللي هنا من وزاع من 76 موحه حنا من المستفيدين. جاوا سيدي هاد الناس جاوا هاد الناس هادو قال لك حقا ندوزو الطريق، قلنا له هادي ماشي طريق، هادي راه عطاها لنا الملك سيدنا حسن الثاني من 76 وحنا تنستغلوها. ما عطاونا الواد الحار هنا ما عطاونا حتى حاجه، جاو تلاشوت بغاو يدوزوا فيها دابا، قال لك غنديروا الطريق. شكون اللي قالها لكم؟ قال لك حنا الدومين بلا الدومين. حنا قلنا له ها ورقينا ومشينا دعيناهم وما جابوا لا حكم لا والو، ها هو كل شيء في يدينا. قلنا لهم الا عطاكم شي حاجه ولا شي ورقه اجيو اخويا دوزو، ولكن دابا انتوما ما كاينش اللي يهضر معنا، جاي باغي تريبونا وحنا غير المتامر هنا في الطريق، بغاو يدوزوا من هنا الطريق وحنا المتامر عندنا ما عندنا لا واد الحار لا والو. اي واحد في المغرب في مكناس كامل عطاهم لا شوت ديالهم الا حنا، هذا الشيء اللي كاين بغينا نعرفوه، واش عطاهم شي حكم باش يدوزوا علينا من هنا يريبونا محالاتنا ويريبونا الطريق وما كاين لا واد الحار لا والو، هذا الشيء اللي بغينا نعرفو. وهما مشينا دعيناهم في الرباط قال لك اسيدي عدم اختصاص، وما جاو هذا الصباح هذا عاوتاني قال لك غنريبو لكم، حنا ما عندنا لا واد الحار، قلنا لك لا والو وديالنا هذا الشيء. وهما دابا حصرناهم قلنا لهم جيبوا شي حكم ولا جيبوا شي اي حاجه مرحبا من عند سيدنا. دابا تنطلبوا تعويضه ديالنا وكل شيء ديالنا ونعرفوا واش هاد الناس هاد الطريق هادي واش ديالهم، وحنا ما عندنا فيها حتى حق، هاد الشيء اللي بغينا. جاو هما قال لك حقا راه عندنا الحكم، قلت له جيب هاد الحكم باش نتوما رابحيننا في هاد البلاصه هادي اللي غادي تدوزوا، والناس هما وقت الحر هنا دابا كاين البيار كاع اللي كيشربوا منهم، غادي تشوف ها هما بغاو يدوزوا من هنا المدينه صافي، دارونا حنا بحال القروده هنايا اللي ما تا واحد هنا ما تنعرفو هاد الجماعه هادي ولا ما فهم حتى حاجه. وهاد الشيء داروه ما كاينش مسؤولين، تال دابا عاد جاو المسؤولين، جاو كلشي. حنا بغينا نعرفو دابا واش عندهم شي قانون، وما فهمتش هاد الشيء. هاد الناس كانوا تيبنيو هنا ما كاينش اللي يحصرهم ما كاينش اللي يهضر معاهم، نهار جاو قالك حقا غندوزو، حنا فين غادي ندخلو؟ الطريق ما تبقالناش، حنا هنا فين غادي نمشيو؟ ومن حقنا وديالنا رزقنا، راه حنا من 76 قلت لك وحنا من المستفيدين هنايا. عاونيا مؤسسه من 75 ومعطينها لي شوت 5 هكتارات معطينها لها من المدير ديالها من الرئيس من التعاونيه كامله من المدير ديال التعاونيه العيون. الا طلينا حنا كنا تنتاسسوا مدينه مرجان وحولونا بواحد الافراق، وحنا من الملك ديالنا بالتيتر ديالنا بجميع الوسائل ديالنا، وهاد الناس يتهزموا علينا. هاد الاولاد التعاونيه اللي تشوفوا فيهم هما اولاد هذوك الفلاحين اللي توفوا والديهم، هما ضائعين مساكن، هما السكن ديالهم على قد الحال والسكن ديالهم اللي باغيين يستافدوا بواحد النمره. وهاد 5 هكتار خلوها لنا والدينا، هاد لي شوت 5 هكتارات خلوها الوالدين ديالنا لهاد الاولاد ديالهم، والدوله تتبغي تستغلها وتتفوتها للمنعسين العقاريين. الا كانوا بغاو يفوتوها بثمنه اللهم في الاولاد التعاونيه يديوها بواحد الثمن رمزي اللي غادي يناسبهم. حنا ما يعطيوناش ولا يحسبونا بثمن رمزي الاولاد التعاونيه اللي باش هذا العقار وهذه المدينه وتتحس بين مدينه مرجان واناسي اللي تيستغلوا هذه الارض حنا حاضينها من 75، وما هذيك الساعه كون سلمناها للسكن غير لاقي، حنا حافظنا عليها وخليناها كما هي، وما كون حنا فوتناها للسكن غير لاقي قمات كلها برار. حنا هذا النداء تنوصلوا لصاحب الجلاله اللي الحسن الثاني الله يرحمه ويوسع عليه الرحمات في هذا النهار، هو اللي سلمنا في 75 وسلمنا بواحد الثمن رمزي.